مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، والحرارة مرهقة لكثير من الناس في كثير من الأماكن، وأيضا تنشط الرياح وتكون أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، إضافة إلى غيوم ركامية وزخات رعدية من مطار في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، المناطق الشمالية أجواء حارة، الشمالية الغربية 39 إلى 27، الشمالية الشرقية 43 إلى 28، والمنطقتين الشرقية والوسطى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 44 إلى تقريبا 32 درجة مئوية، والمنطقة الغربية أجواء حارة 41 إلى 31، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر في فترة ما بعد الظهر والعصر والساعات الأولى من الليل. يوم الاثنين أيضا انخفاض قليل على المنطقة الشمالية الغربية 38 العظمى والصورة 26، الشمالية الشرقية حارة 41-27، وأجواء حارة في المنطقتين الشرقية والوسطى، والعظمى المتوقعة بحدود 45 والصغرى ما بين تقريبا 32 إلى 34 درجة مئوية، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الغربية 42 إلى 30، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع زخات متفرقة من مطر بعد الظهر وبعد العصر والمساء أحيانا 29 إلى 21 درجة مئوية. أما الأجواء المتوقعة اليوم الثلاثاء، أجواء في المنطقة الشمالية الغربية العظمى 37 والصغرى 26، أقل حرارة من بقية أجزاء المملكة، الشمالية الشرقية 40-26، أجواء شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 46 إلى 34 مع أجواء مغبرة، والمنطقة الوسطى 44 إلى 31، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 40 إلى 32، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع سقوط زخات متفرقة من مطر بعد الظهر وبعد العصر بإذن الله، والعظمى المتوقعة 29 والصغرى 19 درجة مئوية. يوم الأربعاء إن شاء الله أيضا استمرار الأجواء الحارة في المنطقة الشمالية الغربية 38-27، حارة في المنطقة الشمالية الشرقية 40-27، حارة إلى شديدة الحرارة ومغبرة في المنطقة الشرقية 43 إلى 33، وأيضا 43 إلى 30 في المنطقة الوسطى، و 41 إلى 31 في المنطقة الغربية، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية، والحرارة تقريبا معتدلة الأجواء في النهار ولطيفة في الليل 29 إلى 18 درجة مئوية. يوم الخميس تقريبا ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، وأجواء حارة وحارة في الشمال وشديدة الحرارة في الوسط والجنوب، وخاصة الجنوب الشرقي، لكن الجنوب الغربي بتكون الأجواء تقريبا معتدلة إلى غائمة جزئيا. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 39 العظمى والصغرى 29، 42 إلى 29 في المنطقة الشمالية الشرقية، المنطقة الشرقية أجواء مغبرة وحارة إلى شديد الحرارة 44 إلى 33، والمنطقة الوسطى 43 إلى 31، والمنطقة الغربية 41 إلى 31، والمنطقة الجنوبية الغربية معتدلة من حيث درجات الحرارة غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر، والعظمى المتوقعة 28 والصغرى 19 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية،
أجواء حارة، الشمالية الغربية 39 إلى 29 والشمالية الشرقية 43 إلى 28، أجواء شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 45 إلى 33 والمنطقة الوسطى 43 إلى 31 والمنطقة الغربية 40 إلى 30 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا، وأيضا أمطار متفرقة بعد الظهر وبعض العصر، لكن من حيث درجات الحرارة أجواء معتدلة بالنهار ولطيفة بالليل. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.